السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ أخباركم طيبين؟ مبسوطين؟ وش مسوين؟ نستكمل السلسلة حقت المهمات أو المشنات. تعرفون نزلت أنا 3 مهمات، بقى 2. نزلت حقت اللايت تانك والميديوم والهيفي، بقى التي دي والآرتي، وهي آخر شرح بنزله. فالحين بنبدأ بالآرتي. هذه مهمة التي دي. المهمات السابقة اللي فوق قد شرحتها وتلقونها موجودة في المقاطع الثانية. هذه مهمة تي دي. المهمة الأولى يقول لك كن من 7 الأوائل بالإكسبرينس وفز في الباتل. نروح المشن رقم 2. مشن رقم 2 يقول دمر أي قطعة في الدبابة العدو، يعني سواء القن او شيء من تراك او اي شيء. لا لا، ما هو تراك، يعني دمر اي شيء قطع، يعني حاجات قطع، او اقتل من الطاقم، او تقتل واحد من الطاقم في الدبابة. مهمة بسيطة بسيطة. هذا المهمة رقم 2 تي دي. المهمة الثانوية يقول السكندري كونديشن، يقول خلينا نشوف. يقول لازم ينتهي الجيم بدون ما يصلح القطع، بدون ما يصلح الريبير، بدون ما يصلح، يعني قتلت الدرايفر عنده، يبقى الدرايفر عنده لازم يكون ميت لما يدمرونه الفريق او تدمره انت. المهم انه ما يصلح القطع، هذه اعتبرها حظ نصيب يعني. جود هانتنج. هذه المهمة تي دي رقم 3 يقول دمر 2 وفز في الباتل. هذه المهمة الأساسية، دمر 2 وفز في الباتل. المهمة الثانوية يقول لك سرفايفل ذا باتل. نروح المهمة رقم 4 امبوش اللي هي تي دي. يقول دمر اي واحد من الاعداء قبل تنكشف وانت مختفي، يعني لازم تدمر واحد وانت مختفي، ما تنكشف ابدا. والمهمة الثانوية يقول استخدم الكاموفلاجنت. اللي ما يعرف الكاموفلاجنت هذا هو، من ما تشوفون حاطه في الارتي تلقاه في اخر شيء، اسمه كاموفلاجنت، تقريبا سعره 100,000 كريدت. بسيطة هذه. نروح المهمة رقم 5 يقول لك دمج. يقول لك دمج واحد على بعد 300 متر او اكثر، يعني لازم يكون بعيد مرة. المهمة الثانوية يقول جيب 1000 دمج. خلاص نروح المشن رقم 6 يقول لك انا ما في، يقول شنو، دمج اي واحد على بعد 250 متر او اكثر، ولازم انه يتحرك، لازم يكون متحرك، يعني على بعد 250 متر ولازم يكون متحرك، يعني يكون بعيد مره ومتحرك. هذه المهمه الاساسيه. الثانويه يقول دمره وهو يمشي، لازم تقتله. هذه المهمة الثانوية. نروح المشي الرقم 7 يقول لك دستروي انا ما في. يقول دقيقة بس خلني اتأكد منها. يقول دمج اي واحد، لا لا دستروي ما هو دمج، عفوا. يقول لك تلاقي واحد اي دبابة، لكن الدبابة هذه ما تكون مدمج، ما يكون مدمجك، يعني لازم تقتله، ما يكون ابدا دمجك ان شاء الله حتى 1%، يعني كذا لقيته وقتلته بسرعة. المهمة الثانوية عش في الباتل او وين فوز في الباتل. روح المشهد رقم 8 يقول لك دمج، يعني ما في، يقول دمج اي دبابة اكثر من الهيلث حقك، اكثر من نقاط الدم حقك، او ما ادري وش يسمونه، لهم مسميات وايد، ناس يسمونها الدم، ناس يسمونها البوينت، ناس يسمونها معروف هذا. يقول دم جاء اكثر من البوينت حق دبابتك، يعني او الدم حق دبابتك او الهيلث، ما ادري وش يسمونه انت. المهم الثانويه يقولون فز في الباتل وسرفايف في الباتل، يعني يبقى عايش في الباتل وفز في الباتل. نروح المشهد رقم 9 يقول يقول اضرب دبابة 3 ضربات. هذه المهمة الأساسية. يقول المهمة الثانوية يقول دستروي أنا انمي، دمر اقتل أي واحد أي قتلة. روح المشهد رقم 10 تي دي
يقول دمج 1000 دمج اتش بي و بدون ما تنكشف وانت مختفي. المهم الثانوية يقول فز بالباتل، نروح المشن رقم 11 تانك هنترز. يقول ادخل ايه تانك هنترز، يقول ادخل في بلاتون كلكم تانك دستروير او تيديات. يقول بلاتون لازم البلاتون يقتلونه ثلاثة، يعني كل واحد منكم من البلاتون يقتل واحد. المهم الثانوية يقول لك لازم اقل شيء واحد من البلاتون يبقى عايش في الباتل. نروح المشن رقم 12 يقول دمر المهمة الثانوية، يقول المهمة الأساسية عفوا، يقول دمر أي دبابة هيفي تانك، هيفي تانك، ولازم تاخذ منه أقل شيء 1000 دمج. المهمة الثانوية فز في الباتل. نروح المشن رقم 13 يقول انهي الباتل، خلص الباتل وانت اعلى واحد في فريقك بالدمج. الثاني يقول لاست تو 1000 اتش بي اوف دامج. هذه بس هذه لا تشيلونها، ما عليكم من اي. المهم يقول لك لازم تكون اعلى واحد في فريقك بالدمج. المهم الثانوية يقول لك ابقى عايش في الباتل. نروح المشن رقم 14 يقول لك ادخل في بلاتون كلكم تانك دستروير او تي دي. البلاتو لازم يكون كله تي دي، ولازم تجيبون 30% من نسبة الفريق، من نسبة الدمج حق الفريق. يعني لازم تكونون مثلا اقل شيء كل واحد منكم يجيب 3000 دمج اقل شيء. المهمة الثانوية يقول لك لازم واحد يبقى عايش في البيت. نروح المشن رقم 15 والاخير في مهمة تي دي، يقول دمج 4000 دمج ودستروي انا انمي فيك. هذه مره بسيطه بسيطه يعني بشكل ما تصوره، لانك احتمال كبير انك بتدخل تاير 10، اذا يعني عندك اقل مثلا تاير 6 7 8 4000 دمج تجيب انت بطريقتين، طريقه يا انك تدمج 4000 او انك تكشف، مع انها صعبه شوي الكشف، انك تكشف التي دي او تجي لك في مكان وتوقف فيه تكمبر فيه في مكان ما في احد، تكمبر فيه وتكشف لفريقك هم، تجيب 2000 دمج عن طريق الكش و 2000 دمج عن طريق الدمج، كذا تكون خلصت المشن رقم 15 الاخير. هذا بسيط، هذا تجيبه بسهولة، لا تشيل هم، تجيبه بضربة يعني جيمين ثلاثة جيم تجيبه. هذا اخر المقطع شباب، اشوفكم ان شاء الله الحلقة الجاية عن المشن حق الارتي. مع السلامة.